قبل ما نحرقش المفاجآت راح نعطي الكلمة مشكورا للسيد المدير الفني للبيرجان سي رشيد المطيع اللي كنشكروا على العمل الكبير اللي كيقوم به يعني طيله السنه من اجل اعداد برمجه تشكل قيمه مضافه للبيرجان. كلمه للسيد رشيد المطيع. شكرا سي عبد الله. شكرا للسيد رئيس غرفه صناعه ليديا. شكرا لرئيس جامعه تيزليت في نيابه. شكرا للمدير الاقليمي لصناعة التقليدية لتزنيت. وشكرا للسيد والأخ الشيخ بالله المكلف باسم الرياضة والشباب والنشيط المدينة. وكذلك نشكر جسم الإعلامي على مواكبته لجميع تظاهرات مهرجان تيميز ركضة سواء المكتوبة والمسموعة والمواقع الإلكترونية. وشكرا لكم جميعا. بالنسبة لمهرجان تيميزار للفضة يعتبر من أبرز المحطات الحنية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. وما يميز مهرجان تيميزار عن باقي المهرجانات هو الانفتاح عن جميع نمط الغنائي سواء في فن تشتحيت، فن تمازيغت، فن الروايز والطرب المغربي والطرب الشرقي وفن الراي وكذلك فن الصحراوي. بالنسبة لبرنامج هذه الدورة فالسهرات ستكون على مدى 3 أيام. السهرة الافتتاحية ستكون في يوم الجمعة 29 يوليو 2016. وسيتميز هذا اليوم بتنشيط للإعلامي عبد الله ويتا وعائشة إدعلاو. وأيضا سيكون هناك معنا مجموعة محلية وهي مجموعة تودا جروب وهي مجموعة محلية بدأت مسارها الفني سنة 2012 و تتميز بالغناء الفيزيون وكذلك تتميز بحركة فنية لأعضائها المنتسبين لمجموعة من الفروق المحلية والوطنية. لدينا أيضا الفنانة شريفة. شريفة وهي فنانة متألقة ومشهورة بعطة الأطلس المتوسط وهي من بين الفنانات التي استطاعت ان تعيد المجد لفن الموال الامازيغي تماويت وشاركت في مجموعه من الملتقيات والمهرجانات سواء على الصعيد الجهوي والوطني. لدينا ايضا البتول المرواني وهي فنانه متشبعه بالثقافات الصحراويه المغربيه ومتشبتة بالجذور الصحراوي ويتجلى ذلك من خلال أغانيها التي تتغنى عن الأرض والطبيعة وكذلك أغاني التي لها علاقة بالإنسان الصحراوي وتعتبر سفيرة المغرب ومن بين المدافعين عن القضية الوطنية. لدينا أيضا الفنان الشاب إيهاب أمير. إيهاب أمير موهبة فنية شابة سطع نجمها في برنامج العربي ستار أكاديمي وسطع نجمه وأسر قلوب الملايين من الشباب والشابات وله مجموعة من الأغاني التي لقيت تجاوبا كبيرا لدى جمهوره العريض. بالنسبة لليوم التالي وهو يوم السبت 30 غشت 2015 هناك مجموعة محلية وهي مجموعة إبرز. هذه المجموعة هي مجموعة ثلاث محلية أنشأت في المدينة القديمة ومسارها الفني بدأ في الثمانينات من القرن الماضي وهي تختص في فن تززارت له مجموعة من الأغاني في الثمانينات.
لدينا ايضا الفنان الامازيغي الحسن بن زنقاط ينزف، وهو من رواد الفن الامازيغي، له مجموعه من الالبومات ومجموعه من الاغاني التي لقيت اقبالا خصوصا لدى الجمهور الامازيغي، وله مشاركات على الصعيد المحلي والجهوي والدولي والوطني. لدينا ايضا الشنايد، الشنايد وهو من رواد فن الراب والمجددين فيه، حيث انتج مجموعه من الفيديو كليبات المصوره بطريقه احترافيه خصوصا في المغرب ودول جنوب الصحراء، له عدة مشاركات سواء على الصعيد الشهوي والوطني والدولي. لدينا أيضا عادل الميلودي، عادل الميلودي وهو أحد أعمدات فن الطرب الشعبي المعاصر، ويتميز هذا الفنان بالفن الشعبي المعاصر، له مجموعة من الأغاني التي عرفت إقبالا لدى الملايين من جمهوره العريض، وله مشاركات عديدة سواء على الصعيد الشهوي والوطني والدولي. فيما يخص اليوم الآخر وهي اختتام سهرة الفنية وهو 31 يوليو 2016، هناك مجموعة محلية وهي مجموعة محمد العزاوي. محمد العزاوي وهو فرقة محلية هاجر إلى الديار الفرنسية، رغم ذلك لا زال متشبتا بجذوره الثقافية الأمازيغية، وهو من رواد مجموعة أيتلاس، له مجموعة من الألبومات وأزيد من 50 أغنية. لدينا أيضا الحسن أرسموك، الفنان الحسن أرسموك وهو من الفنانين المعروفين على الصعيد المحلي والشهوي والوطني، ويتميز بفن الرويس، وهو من البدائيين لتصوير الأغاني عن طريق الفيديو كليب، له مجموعة من الألبومات وله عدة مشاركات سواء على الصعيد المحلي وهو على الصعيد الجهوي والوطني والدولي. لدينا أيضا فنانة مغربية شابة وهي سلمى رشيد. سلمى رشيد كما يعرف الجميع وهي فنانة موهوبة، لقبت بسندريلا العرب نظرا لأدائها الرائع في برنامج عرب أيدول، ولها مجموعة من الأغاني المصورة الفيديو كليبات التي لها متابعة قياسية على اليوتيوب، شاركت في مجموعة من الملتقيات والمهرجانات العربية والدولية والوطنية والجهوية. وفي الأخير لدينا الشاب الدوزي. الشاب الدوزي بدأ مساره الفني منذ نعومة أظافره بإعاز من أخيه الأكبر قادر، وهو من بين الفنانين الكبار المعروفين في فن الري، وذلك باحتكاكه مع مجموعة من الأسماء العالمية، حيث شارك في مجموعة من الملتقيات الدولية والمهرجانات الدولية، وهو الآن من بين أبرز الفنانين المغاربة في فن الري. وأخيرا لدينا دي جي كيكو الذي سينشط السهرة الافتتاحية، ولدينا دي جي بدر الدين الذي سينشط السهرة الثانية وهو تضافرا بمناسبة عيد العرش، والسهرة الختامية سينشطها دي جي سرحان، وكل السهرات سينشطها الفيجي مصطفى السبتي. وأتمنى من الجميع أن يواكبوا هذه التظاهرة
خصوصا ونحن في الدورة السابعة. وأشكر الكل وأشكر الصحافة أيضا على مواكبتهم لهذه الدورة، وشكرا.